هتكلم النهارده عن المايكرو نيدلينج راديو فريكوانسي او المايكرو نيدلينج ار اف. ايه المايكرو نيدلينج ار اف؟ ده جهاز فيه نوعين من التقنيات اللي بنستعملهم لعلاج الجلد، منها المايكرو نيدلينج اللي هي الابر الدقيقه. الجهاز اللي في ايدي ده فيه مجموعه من الابر اللي لسه هتطلع دلوقتي في علاج العيانه، وفي راديو فريكوانسي او تردد حراري. هو بيعمل ايه؟ الابر الدقيقه دي بتدخل الجلد، وبعد ما تدخل الجلد الجهاز يطلع تردد حراري لعلاج الطبقات العميقه من الجلد. ده بيعمل ايه؟ احنا الجلد فيه معجزه اسمها الالتئام، عنده قدره لا نهائيه على الالتئام. بمجرد الاصابه الجلد بيبتدي يجدد خلاياه، يطلع كولاجين عشان يجدد المنطقه المصابه دي ويرجعها لحالتها اللي قبل كده. احنا استخدمنا ده في تقنيات علاج الجلد كتير قوي، في علامات التقدم في العمر، في ندوب حب الشباب، في الخطوط الدقيقه، فحتى عدم تجانس لون البشره. استغلينا ده بان احنا بنعمل اصابات محسوبه صغيره بالابر الدقيقه، وكمان زودنا عليها بعد كده تقنيه الراديو فريكوانسي او التردد الحراري اللي بيطلع ترددات حراريه في عمق البشره. بعد كده هي تبتدي الجلد يطلع الكولاجين بتاعه، فيدي الجلد نضاره وسمك افضل وشكل احسن. احنا معانا مروه، مروه اختي حاليا هي حاطه بينج كريم موضعي بقالنا حوالي ساعه علشان ما نحسش بعد كده تبقى جلسه مريحه جدا ومش متضايقاها في حاجه. ايه مميزات الفراكشنال ار اف دلوقتي بالنسبه لمروه؟ اولا هي راجعه من السفر، بالتالي هي في حاجات كتير قوي من انواع العلاجات مش مناسبه ليها علشان كانت تعرضت للشمس. ثانيا عندها شغل ومش هتقدر تاخد اجازه، بالتالي هي مش هينفع ان هي تعمل اي نوع من انواع العلاجات اللي تخليها تقعد في البيت فتره او تمتنع عن التعرض للشمس فتره. بعد كده نبتدي. اوكي، احنا هنبتدي بيه ده كحول، بنشيل بيه البنج وفي نفس الوقت بنعقم الجلد استعدادا للجلسه. شلنا كده البنج اللي موجود على وشها وهنبتدي الجلسه. المايكرو نيدلينج ار اف ما بيشوفش اللون، بالتالي هو مناسب لكل انواع البشره، سواء كانت بشره داكنه او بشره افتح. في شويه الم بسيط لان هي ابر، البنج الموضعي بالنسبه له كفايه. مروه انت كويسه؟ هي مش حاسه بالم شديد. مكان شويه، اوكي، مكان الابر اللي داخله واللي خارجه دي هيبقى فيه احمرار بسيط. الاحمرار ده هيبقى معاها النهارده، بكره هيكون اختفى تماما وتروح شغلها عادي خالص. امتى ممنوع استخدم المايكرو نيدلينج ار اف؟ انا ما بستخدموش خالص على جلد فيه اي شكل من اشكال الاصابات، جلد فيه حساسيه، جلد فيه اكزيما دهنيه، جلد فيه محروق مثلا من الشمس، حرق شمس، اي جلد مش سليم 100% ما بنعملش فيه اي اجراء طبي لغايه ما يتعالج ويخف تماما. مين كمان؟ الناس اللي بتاخد العلاج الايزوتريتينوين لعلاج حب الشباب، هيبقى عندنا فيديو لوحده عن الايزوتريتينوين. دول كلهم ما ينفعش يعملوا راديو فريكوانسي، لكن غير كده بشره غامقه، بشره فاتحه، كل دول ممكن يستخدموه بامان تام حتى لو كانوا واخدين تعب. كل الوش بيتعمل بالمايكرو نيدلينج ار اف، تحت العين حوالين الفم بس بنعيد ضبط الجهاز وارقام الجهاز لكل منطقه من الوش لوحدها، مش كل المناطق وشنا بنفس السمك، وبالتالي مش كل مناطق وشنا بتاخد نفس العلاج بالظبط. احنا كده خلصنا الجلسه، الجلسه دي هتجيب نتيجه بعد قد ايه؟ النهارده هيبقى وشها محمر شويه، بكره هيكون خلاص الاحمرار راح، هتروح شغلها عادي خالص، هتبتدي تلاحظ تحسن على مدار الاسابيع اللي جايه، بناء الكولاجين بياخد وقت، هتاخد وقت على ما تلاحظ تحسن، لكن وقتيا بعد الجلسه الدنيا هتهدى تماما وترجع تاني بعد الجلسه على طول بكام ساعه. احنا كده متوقعين نلاقي تحسن في شكل ايه؟ هنلاقي تحسن في اي اثار لحب الشباب، هنلاقي تحسن في الخطوط الدقيقه في الوش، هنلاقي تحسن في المسام الواسعه في الوش، هنلاقي تحسن في لون البشره وتجانسها وشدها. الراديو فريكونسي بيشد الجلد. هي هتلاحظ نتيجه بعد اول جلسه، بس هتحتاج اكتر من جلسه، ممكن توصل 5 لـ6 جلسات علشان تلاقي النتيجه النهائيه، وان شاء الله هتبقى مبسوطه قوي من النتائج.